ده العلاقة صورة بين حيوانات. الاتنين. طيب انا هقول نشوف لحضرتك الصورة اللي بعدها. تعال نشوف الصورة اللي بعدها اهي. طيب طيب تعال نقرا نشوف. انت شايفه الصقر باصص فين؟ باصص شمال. الصقر على اليمين ده، الطائر على اليمين ده باصص شمال، صح؟ طيب والتاج اللي قدامه متجه لناحيه الشمال، والرشتين باصين شمال. باصين شمال، وكمان الكف اللي فوق على اليمين ده باصص الشمال. على الشمال لاخر يبقى الصوره انا خالص، هقراها. صح؟ تمام، الله ينور عليك. يبقى انا اقرا الكلمه دي ازاي؟ اقراها من الشمال لليمين. ليه؟ ضد كل الاتجاهات دي، مش مع. مكان ما الطائر باصص يعني، صح كده؟ ضد. ايوه الاتجاه بتاع ان الطائر باصص فين. تعالي نقرا دي مع بعضينا من الشمال لليمين. حرف الدي، دي من حر. دي من حر. حر اللي هو حورس. خلاص؟ حورس دي تسميه مش هيروغليفيه، اتفقنا. حورس دي تسميه جت بعد كده، انما المصري القديم لو انت قلتي له حورس مش هيعرف منك. حر. حر. حتى في العربي تفتحي قاموس تلاقي من اسماء الصقر الحر، اللي بيطير بحريه، شاهين، باز، حر. ما دي تسميه الصقر في العربي، لكن لو رجعتي للهيروغليف هتلاقيه حر. طيب قريبه من ايه؟ يلا مع بعضنا كده. دي من حر. لا هتفكري فيها هتلاقيها قريبه. دي من حر. ها دي ده من منهور. حر اهو. ده منهور. شفت بقى ازاي انت؟ برافو عليكي. يبقى دي من حر، ده منهور. دي لان كانت هي المركز بتاع عباده الصقر. وهعمل لك بقى علاقه لطيفه قوي عشان تعرفي ان مصر القديم ده عينيه كانت شغاله ازاي. بفتح لك القاموس بتاع الطيور المصريه بتاع مكتبه الاسره، ده كتاب حلو قوي على فكره، مكتبه الاسره بتبيعه. لقيت لك ان من ضمن الاماكن اللي بتتجمع فيها الصقور في مصر دمنهور. فهل المصري القديم شاف تجميعه الصقور في دمنهور في البحيره العظيمه؟ وراح قايل بس هنا بقى مركز عبادة الصقر. فدي من حر هي مدينة حر، مدينة الرب الأسطوري، المعبود الأسطوري ده حورس. تعال نشوف اللي بعديها. لو بصيتي على حرف الهاء في با النهت اللي انت كنت عايزة تعرفي ليه احنا بنقراها من الشمال لليمين، واخدة بالك؟ تعالي هنا هنقرا من الشمال برضو لانه الطائر باصص الشمال. اشكرك، خلاص بقى انت، خلاص انت درستي كويس. ايوه كده، تمام كده. طب لو الصورة ما فيهاش طائر؟ ما هو انا جاي لك بقى. ايوه هتلاقي فيه إنسان، هتلاقي فيه ريشة، هتلاقي فيه تاج، هتلاقي فيه تعبان. دي فيها تاج. دي هتلاقي فيها على الشمال النسر اللي تحت ده، أول حاجة على الشمال اللي تحت نص الرغيف العيش ده، شايفة من على الشمال في نص دايرة، صح؟ أيوة. ده نص رغيف عيش. حلو، طيب. تخيلي كده عيش بلدي كده جايباه على الفطار ورحتي قاسماه نصين. أوكي. ده حرف التاء في الهيروغليفي. يبقى التاء رر، الفم اللي عامل زي العين ده، ده حرف الراء. والشرطه اللي تحتها تراو. واو، شايفه الطائر الجميل الزغنون اللي على اليمين ده؟ في قبل الطائر حاجه. ايوه، جاي لك على الطائر ده. هنا هو حاجه لها علاقه بقطعه عضو بين الحيوان، لكن خلينا في حرف الدبليو او الواو او الاو او اليو بالانجليزي، اللي هو التاج، اللي هو الطائر الزغنون اللي على اليمين. ماشي. قبل الاخير. الطائر ده يا استاذه ويا مصريين يا عظام، عشان لغتكم العظيمه يعني بجد بطالب وزاره التربيه والتعليم انها تحط الهيروغليفي كلغه. صعبه قوي يا دكتور ابدا. انت لو بداتي رسمه كتابتها صعبة مع البيبي كمان. دي رسمه احلى حاجه تعمليها مع البيبي ايه؟ علمه. خد الرسم. ورقه وقلم وارسم. يا سلام، ده احنا هنهيص. فلو من هو في حضانه بيدرس رمز واحد رسمه واحده كل شهر، تخيلي في الجامعه هتكوني وصلت ليه. نرجع مرجوعنا للتسميه دي. طيب. يبقى تراو. تراو هو الطائر الواو. ايوه الطائر التاني ده غير الطائر الاولاني، يعني ده طائر. الله ينور عليك. الاولاني نسر قلنا. اللي على اليمين بقى الزغنونه دي الجميله دي بيسموها بالانجليزي تشيك ويل، يعني فرخ السمان. سمانه وهي لسه بيبي. ها دي في الهيروغليفي حرف الواو او بالانجليزي او يو او دبليو. تقرا كلها كده من الشمال لليمين يا فندم. تراو شبه ايه دلوقتي عندنا؟ ترى. يبقى لما كان المصري لما مرر المسؤول والمشرف في الحكومه المصريه والعمال المصريين في البرديه اللي اكتشفوها في 2013 واخد العمال ورايح لترى عشان يجيب. يعني دي التسميه بتاعت ليها معنى ترى. خلاص، دي التسميه دي اللي سموها سموا أنا الجبال. اقصد ليها معنى زي دمنهور كده كان الصقور. سموا الجبال بتاعت الاحجار دي، بتاعت الاحجار الجيريه دي الايه المنطقه دي. طا يعني ارض.
طابلينج بالهيروغليفي يعني ارض. عشان كده يقول لك نبتاوي، ده من الالقاب بتاعت الملك تملي، نب سيد، تا ارض، وي لما تعملي حاجه حاجتين في الهيروغليف، يعني لما تبي تعملي حاجه المثنى صح، لما تعملي حاجه حاجتين اتنين وي، يبقى نبتاوي سيد الارضين. قصده على ايه؟ قصده على الشمال والجنوب. مش انت الملك زمان وانت في المدرسه درست ان الملك كان بيلبس تاجي الوجه البحري والقبلي، فاكراهم دول؟ التاج الابيض والتاج الاحمر، صح كده؟ مين واحد القطرين؟ كويس كده. فيبقى ده، واخد بالك؟ يبقى تراو هي اصل كلمه ترى، فهو واخد العمال ورايح لترى عشان يجيب احجار جيري حلوه جميله يعمل منها كساء الهرم. يبقى الهرم مصري 100%، وعندنا كمان الحته اللي كان بيتجاب منها الكساء الحجري بتاع الهرم بتاع الملك خوفو. كويس، تعالي نشوف اللي جايه مفاجاه اكبر. يبقى عندي اسوان مثلا، سونو، شوفي مثلا البلد دي اهي، با، شايفه الطائر اللي فارد جناحاته ده؟ الحرف الثاني ده با، صح؟ ايوه تمام. الحرف الثاني قلنا ده النسر، الف 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 نص الرغيف. برافو عليك، برافو عليك، شوفي سهله ازاي. يعني انت في 5 دقايق، انت في 10 دقايق جبتيها، فتخيلي انت لو بداتي من حضانه. يبقى با يم اهي، بايام، قلنا الباء تحولت لفاء، تبقى بايام تحولت لفايام. في القبطية المصرية القديمة تحولت لفيوم. دخلوا العرب والمسلمين حطوا الألف واللام بقت الفيوم. طبعا هو في اقتراح تاني تاريخي بيقول هي دي الفيوم، دي الفيوم. ولو بصيتي في الآخر هتلاقي بقى المخصصات الحلوة اللي احنا قلنا بتشرح الكلمة، هتلاقي فيه زجزاج، شايفة المنظر اللي الخطوط اللي طالعة ونازلة دي زي الموج كده، موج المية كده، في ثلاثة فوق بعضيهم صح؟ الموج ده الموجه الواحده ميه صح، يبقى دي امواه دي مياه، فقال لك بحيره. مش احنا قلنا البحيره البحر، واحنا سميناها بعد كده بحيره قارون. بالمناسبه بحيره قارون والفيوم